أمريكا تعلن الحرب على السعودية، أنت مع من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قررت السعودية القضاء على الأمريكان في المنطقة؟ هل اتخذ حاكم السعودية قرارا بضرب الاقتصاد الأمريكي وعودته لما قبل البترودولار 1974؟ هل كان للسعودية فضل في تفرد أمريكا بحكم العالم وإسقاط الاتحاد السوفيتي؟ هل جاء الوقت الذي تكرر فيه نفس الضربة ولكن إلى خاصرة الأمريكان الاقتصادية فتسقطها؟ هل يسكت النظام الماسوني الأمريكي ويترك السعودية تخرج من تحت عباءته، خصوصا أن بوتين أصبح أكبر عدو للماسونية في العالم؟ هل توافق عائلة روتشيلد على فك العملة الأولى عالميا الدولار عن المنتج الأول عالميا النفط؟ أرى أن الحرب قد بدأت بالفعل، ولكن كيف ستنتهي؟ إليك 10 نقاط تجعل من انتصار السعودية أمرا محتوم إذا استخدمتهم الاستخدام الأمثل في هذه الحرب العالمية الثالثة التي بدأت، بل سوف تكون السبب الرئيس في هزيمة أمريكا وتفككها لو أرادت. قبل الدخول في التفاصيل علينا أن نسجل هنا رفضي لسياسات اتخذتها السعودية دعما للأنظمة الدكتاتورية الظالمة، نظام بن علي، نظام مبارك، نظام علي صالح، وربما القذافي في الخفاء رغم العداء، وهناك أيضا أنظمة جت من بعدهم تدعمهم. أرفض القبض على العلماء وفتح السعودية المسلمة هذا الانفتاح، وفرض الضرائب على فئات فقيرة كانت تكمل حياتها تحت مظلة ستر الله ثم خير هذه الأرض المباركة. رغم رفضي هذا أؤكد أيضا أن السعودية ليست حكومة أو نظام، بل هي شعب جليل كريم مسلم ناصر الإسلام في كل زمان ومكان. أرض الحرمين تاريخنا وشعائرنا ومكتنا ومدينتنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. السعودية تاريخ هذه الأمة ومستقبلها، لا أحد ينكر هذا إلا خارج عن هذا الدين. لا أحد يعلم حب المسلمين كل المسلمين لبلاد الحرمين إلا الله. لا أحد يدرك رغبة كل مسلم أن يفتدي كل ذرة رمل على أرض بلاد الحرمين بنفسه وماله وأولاده وكل ما يملك إلا الله. قبل ما ندخل في هذه المعركة الخطيرة، قبل أن نكشف تفاصيل لعلها مخيفة وحاسمة وحقيقية، أود أن تصل الكلمات لأصحاب القرار ويعلموا أن ما سيأتي في الدقائق التالية ما هو إلا نصيحة مسلم محب لبيت الله ومدينة رسول الله وكل ركن من أركان المدينة ترابا وشعبا ومقدسات. نعم هي الحرب، ولكن أيضا أرى أن النصر سيكون حليف أرض الحرمين بإذن الله. يوم 12 أكتوبر 2022 وفي لقاء بايدن مع CNN صرح تصريح أقل ما يوصف به أنه خطير، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن المدروخ هذا، توعد السعودية بأنها ستواجه عواقب خطيرة لما فعلوه مع روسيا. وفي نفس اليوم يصرح ريتشارد بلومنتال السيناتور الديمقراطي بأنه لا يصدق هذه الحجة من منظمة أوبك بلس التي تقودها المملكة العربية السعودية، ويعلن أن هذا الضغط الذي سوف يمارس سيقوده هو ضد المملكة. وأنا بقول لبلومنتال علمك يا ريتشارد قلب الفار، اسمع اللي جاي حتى تعرف أن الشخصية الأمريكية قد تضخمت وكادت تنفجر بلا مبرر، وأن السعودية كانت سبب تضخمها. في مقابلة مع CNN الأمريكية قال بلومنتال أن السعودية لم تكتفي بعدم الاهتمام لأمرنا، بل أنها وجهت لنا ضربة عميقة. عميقة لغاية فين يا واد يا شمال؟ لقد ارتفع سعر النفط بالفعل، ورفع سعر البترول عند مضخة الوقود الذي يستخدمه المواطن الأمريكي، والسعودية مالها يا روح خالتك؟ هي خلفت الأمريكان ونسيتهم ولا إيه؟ ما يولع المواطن الأمريكي اللي عايش سفلقة على قفا الشعوب اللي احتلها. ثم أعلن النائب الديمقراطي روحانا قال إنه هيعمل تشريع لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية لمدة عام واحد بما فيها الإمدادات العسكرية والمبيعات والمساعدات الأخرى. يا مامتي يا روح خالتي، وإيه اللي هيحصل لما تتوقف الأسلحة السكراب الخربانة اللي بتدفع فيها السعودية مليارات كل سنة لخزينة مصانع أسلحتكم الماسونية الأمريكية؟ ولا حاجة. تعالوا بقى نحط أمامكم الحقائق حتى تعرفوا حقيقة الموقف، ومن يتابعني يعلم جيدا أني ضد كثير من السياسات، لكن في هذه اللحظة لا يمكن أبدا أن أقف ضد، وضد الحكم على 10 نوبيين مصريين طيبين بأحكام وصلت لـ10 سنين لأنهم عملوا من 3
ثلاث سنوات ندوة، وهذا حكم جائر ظالم يجب مراجعته، لكني أيضا لا أستطيع أن أكذب على المتابع الكريم في أني أفتدي أرض الحرمين بعمري وما أملك ومالي وأولادي. هذا قولا واحدا. نبدأ بالذنب الأكبر للسعودية، ما هو؟ نرجع سريعا لعام 73 وموقف الملك فيصل عليه رحمة الله من دعمه لمصر في حرب أكتوبر، ووقف تصدير النفط لأمريكا وهولندا وأسبانيا الداعمين للكيان الصهيوني. هذا الموقف الذي جعل وزير خارجية أمريكا يأتي زاحفا مسرعا يتحايل على الملك فيصل إعادة تصدير النفط، لأن الدنيا في أمريكا هتولع، وكان هذا القرار هو الجريمة الكبرى بالنسبة للأمريكان. وعملوا على عقاب السعودية ووضعوا الخطط من وقتها. بدأت هذه الخطة من 1973، وحتى تاريخه كان الدولار الأمريكي عملة عادية ليست قوية، وكان يتم تداول الذهب عالميا بدل العملات بناء على اتفاقية بريتون وودز اللي عقدت 1944 بعد الحرب العالمية الثانية. كان هدف الاتفاقية هو دعم التجارة الدولية، مساعدة الدول الصناعية بما فيهم أمريكا على النمو السريع بعد الحرب العالمية الثانية، سيارات وطيارات وسينما وإعلام وأجهزة منزلية إلى آخره، وكله من أمريكا وأوروبا. كان غطاء الدولار هو الذهب، وكان قيمة أونصة الذهب هي 35 دولار فقط عالميا، لكن ما قدرتش أمريكا تنافس ولا توفي، لأن عملتها لا تملك غطاء ذهبيا كافيا، وكان لازم توجد بديل عشان تنتشر وتتوغل وتتمدد. وبعد حظر النفط السعودي ثم العربي 1973، وبعد ما نط سعر برميل النفط من 3 دولار إلى 12 دولار ثم 40 دولار، اشتعل الصهاينة واشتغل الماسون على رأسهم كيسينجر الماسوني الصهيوني الأمريكي الأكبر في إقناع السعودية، ووافق الملك فيصل على ربط تصدير النفط السعودي بالدولار الأمريكي، وهو ما يطلق عليه البترو دولار. حكايته إيه موضوع البترو دولار ده؟ عام 74 وبعد فترة قصيرة جدا من أزمة النفط العالمية، توصلت الحكومة السعودية لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون لتسعير كافة صادرات السعودية النفطية بالدولار. شملت الصفقة وقتها شراء السعودية سندات خزينة أمريكية، يعني دعم الدولار ودعم الخزينة الأمريكية كمان. صار هذا الأمر مع كثير من الدول، ومشي وراء السعودية المصدر الأول للنفط وقائدة العرب في هذا الباب. أصبح العالم يسعر البترول بالدولار، وعليه احتفظ كثير من الدول باحتياطات أجنبية من الدولار لشراء النفط وشراء سندات الخزينة والاستثمار في الغرب واستيراد كثير من السلع والخدمات الأجنبية. ومن هنا أصبح أسطورة الدولار الماسوني الذي لا يقهر، والذي يستطيع أن يقهره فقط هو السعودية اليوم أو غدا أو بعد غد. إليك التالي حتى تعرف حجم الحرب الدائرة اليوم بين السعودية وبين أمريكا. خفضت السعودية 2 مليون برميل من إنتاج النفط العالمي في أوبك بلس اللي السعودية بتقودها، لكن الخبر الأخطر هو الاتفاق السعودي الصيني الذي تقوم السعودية بدراسته ودراسة أبعاده منذ سنوات، وأظن وقت التنفيذ قد وجب الآن. تستقبل الأسواق الأسيوية مجتمعة ما نسبته 77% من صادرات النفط السعودي. إيه ده؟ طيب وإيه لازمته البترو دولار بقى؟ ما هي مجاملة الأمريكا ولا ده كان لصالح السعودية؟ السعودية هي التي قررت أن تدعم، ولكن أمريكا هي التي قررت أن تهين ملك السعودية على الهوى مباشرة بعد زيارة المجنون ترامب لو تفتكروه للسعودية، اللي أكرموه أحسن كرم وحملوه بالهدايا والذهب والألماز والياقوت وأحمدك يا رب، واشتروا منه طيارات ملهاش أي احتياج عندهم، لكن اشتروها إنقاذ للاقتصاد الأمريكي المأزوم. الاتفاق بين السعودية والسوق الأسيوي هو أن يتم بيع النفط السعودي باليوان الصيني. يا نهار أبيض، وليلة مش فايتة على الأمريكان لو ده حصل وتنفذ، تبقى مشكلة كبيرة بدون شك. ارتفاع قيمة النفط في محطات البنزين الأمريكية هتبقى للنار، ويبقى الدولار اللي عمال يرتفع ومفيش حد عارف يقف قدامه هيقف غصب عنه وغصب عن روتشيلد الماسوني الأعظم اللي بيحكم ويتحكم في أمريكا وفي اقتصادها. فهل تفعلها السعودية حقا؟ الصين بتستورد 11 مليون برميل يوميا، المصدر الأكبر لهذه الكمية هو السعودية، وهي تصدر اليوم للصين 2 مليون برميل. لكن الاتفاق بين السعودية والصين على بناء مصافي نفط بالصين هيغير الموضوع. أعلنت فعلا شركة أرامكو السعودية بأنها اتخذت قرار شراكة لبناء مصفى
ومجمع بتروكيماويات في الصين، ولو ده حصل يبقى العلاقة الاستراتيجية مع الصين هتخلي السعودية تسحب استثماراتها من أمريكا إلى الصين ودول آسيا واليابان وكوريا والجنوبية والهند وطبعا روسيا. ودي النقطة التانية اللي تخلينا نقول لبايدن الواد بتاع الكونجرس بيزقك غلط، لو حصل انتوا اللي هتخسروا. ليه؟ لأن تخفيض صادرات النفط السعودية الرخيصة التي تصل قيمتها الحقيقية من 3 ل 5 دولار للبرميل فقط، واللي بيشتريها الامريكاني برخص التراب، تصدق ان السعر ده بيوصل كده لامريكا؟ هتصدق ان شاء الله. يعني امريكا بتسرق السعودية، ايوه بتسرقها، من وقت ما كانت شريكة في شركة ارامكو السعودية قبل ما تأممها السعودية الى اليوم. يبقى السعودية المصدر الاول للنفط لامريكا، لو توقفت ستجعل لتر البنزين في محطة البنزين الامريكية 10 دولار 20، وعد بقى وانت ماشي. هتقول لي هو ايه اللي هيحصل يعني لو نفذت الكلام ده؟ اقول لحضرتك هتبقى مشكلة اقتصادية رهيبة. ليه؟ لان السعودية اللي بتديلهم البترول ببلاش بتستثمر كمان عندهم في امريكا تريليون دولار امريكي، يعني كام دول؟ يعني كتير قوي. يا ليلى سوخ، والله لو قررت السعودية سحب هذه الاموال وقدرت فعلا تسحبها، لانهم ممكن ما يسمحوا لهاش، ده معناه انهيار صناعات سلاح وطيران وتكنولوجيا سيارات. حتى الراجل اللي بيبيع نقانق على الرصيف مش هيلاقي حد يشتري منه. اسمع يا سيد بقى، 612 مليار دولار استثمارات المملكة في مختلف أنواع الاستثمارات. حجم السيولة التي تملكها المملكة في أمريكا 285 مليار دولار. تملك المملكة سندات دين آجل 264 مليار دولار، سندات دين عاجل 62 مليار دولار. السعودية هي الشريك التجاري الأول لأمريكا في الشرق الأوسط كله بقيمة تبادل التجاري 68 مليار دولار. 250 مليار دولار استثمارات صندوق الاستثمار السعودي اللي بيديره محمد بن سلمان بنفسه. هذه الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، السعودية شريك في شركة أوبر الأمريكية وشركة تسلا مصنعة للسيارات الكهربائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك. السعودية تملك النصيب الأكبر في شركة لوسيد موتورز المنافس الرئيسي لشركة تسلا لصناعة السيارات الذاتية، يعني اللي بتمشي من غير دريكسيون ومن غير سواق. يعني هي شريك في الشركة دي وشريك في الشركة المنافسة. يا سبحان الله، جبارين برضو يا أخي الناس دي. في هذه الحالة القوية يجي واحد بتاع الكونجرس يقول لك ان احنا هنطلع قرار يمنع السلاح الامريكي عن السعودية. يا نحلة، لا عاوزين عسلك ولا تقول روسينا. ده حال السعودية إذا صدر هذا القرار هيكون أفضل كتير. مش ممكن يصدر أبدا. أقول لك ليه؟ أولا لأن التقارب السعودي الروسي الصيني وبالتالي الإيراني يهدم الفزاعة والخوف من إيران، ويبقى شراء الأسلحة المكدسة الغير مستعملة ليس له أي قيمة ولا لازمة، وهذه الأموال هتوجه للتنمية السعودية وتروح للفقير. ثانيا لأن السعودية وهذه هي الطمة الكبرى، هي المستورد رقم واحد للسلاح الأمريكي الغير مستخدم في الأصل، واللي شغل السعودية بمصيبة اليمن الحوثي عشان تاخد أسلحة، وإيران عشان تاخد أسلحة من أجل تشغيل مصانع السلاح الماسونية في أمريكا. ولو كانت أمريكا صادقة لقضت على الحوثي في أيام حسب قوتها اللي بيصدرها لنا واللي بتخوف بها العالم، لكن تقول إيه؟ كدابين زفة وبيأكلوا عيش على قفا الناس اللي خايفة. وزي حضرتك ما شايف معانا الرسم البياني اللي قدامك دلوقتي بيبين إن السعودية هي المستورد رقم واحد للسلاح الأمريكي، وبيمثل ما نسبته 9.3 من كل الإنتاج الأمريكي للسلاح. بتستورد السعودية ب12.5 مليار دولار سنويا. بتروح فين؟ بتروح لمصانع السلاح الأمريكية الماسونية وروتشيلد، اللي بسببها بتشتغل أمريكا وبتشتعل الحروب في كل مكان فوق الأرض، واللي بيسيطر على هذه المصانع الماسوني الكبير روتشيلد الممول الأول للحروب في كل الأطراف. يبقى السعودية التي جعلت للدولار الأمريكي قيمة سنة 74 يمكنها أن تجعله يتقزم ويصبح في حجمه الطبيعي 2022 إذا أرادت هذا. الأمريكان عايزين يشنوا حرب على السعودية، والنتيجة هتبقى رهيبة عليهم برضو. السعودية التي تنتج 12 مليون برميل نفط يوميا هددت أيام الملك فيصل عليه رحمة الله أنها ستفجر آبار النفط بنفسها قبل ما تتحرك الأساطيل الحربية الأمريكية لضرب السعودية واحتلال منابع النفط. أمريكا التي لها 3 قواعد حربية بالسعودية تنفق عليهم السعودية من أموالها، وبيعيش فيها جنود الأمريكان
أفضل ما بيعيشوا في بيوتهم في أمريكا وبيقبضوا رواتب تعجز أمريكا عن توفيرها لهم هناك، سيطردون فورا، وهذا ما نتمناه، وتصبح السعودية مرة أخرى حرة بعد أن دخلوا إلى الخليج من خلال السعودية نفسها في حرب الخليج التي دبروها بإسقاط البرجين ثم السلاح الكيماوي اللي طلع فيستك فيستك، وبعد ما أغروا صدام بغزو الكويت. ومع دخول الأمريكان للخليج من بوابة الكويت والعراق ومباركة السعودية أصبحوا يسيطرون على كل نفط الخليج، وخروجهم خير وبركة بإذن الله على المنطقة كلها. النصيحة التي أوجهها لمن أكرمهم الله ورفع شأنهم من بعد فقر من غير حول منهم ولا قوة بحكم أرض الحجاز وبلاد الحرمين التي بارك الله حولها وحول بيته العزيز الكريم، أقول أن الأمة الإسلامية كلها تقف دون تفكير معكم إذا أخرجتم علماء المسلمين من السجن، لأنهم سلاحكم ودرعكم الحقيقي. وأحيلكم إلى كتاب التاريخ السعودي، كتاب تأسيس الدولة السعودية، إن كنتم قد نسيتم بفكركم، لم يكن أبدا لهذه الدولة أن تتأسس وتنمو وتصبح بهذا الحجم إلا بالجناحين، السلاح العسكري والسلاح العقائدي، الدين. لذلك أنتم ما زلتم تكرموا آل الشيخ، فكوا أسر علماءكم الذين هم حصن لكم، أوقفوا مظاهر الانفتاح الذي أراده الأمريكان والصهاينة، فالسعودية لم تكن أبدا تحتاج لهذه المظاهر الانفتاحية الزائدة، ولكن هونوا على شعبكم بالحسنى والمعروف، حافظوا على هيبة الدين فهو وجاءكم الحقيقي، خففوا على المقيم في بلادكم فالضرائب التي فرضت أثقلت كاهل الناس، أصبحوا يغادروا المملكة وهم لها عاشقون، وقد رزقكم الله ولا تحتاجون لمثل هذه الضرائب الثقيلة على الفقراء. اجمعوا الأمة كلها حولكم فأنتم قوة حقيقية، ليس بكم فقط ولكن بعناصر الأمة مجتمعة، تركيا ومصر والعراق وكل بلاد المسلمين التي تعشق تراب بلاد الحرمين، والله من وراء القصد. والله نسأل أن ينصركم ويحفظكم على هؤلاء الصهاينة المسون عبدة الدولار والشيطان، وأن يهديكم لما ينفع أمتنا. هل تدخل السعودية المعركة حق؟ اعتقادي أنها قد دخلتها بالفعل. هل تنتصر بإذن الله؟ نعم، إذا جمعت الأمة حولها، فنحن ظهير بلاد الحرمين، فلا تفقدوا ظهيركم. وهذا ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم. أفكرك تشرفنا بالاشتراك بقناتنا هذه إن لم تكن قد شرفتنا بعد، وإلى حلقة أخرى بإذن الله نكشف بها أصول الحكام العرب قريبا، وسوف تعرف من حكام العرب يهودي الأصل ويحكمنا إلى اليوم. وسلام.